اي من هؤلاء الاسماء كنت تتمنى ولو لاسم واحد، اسم واحد كنت تتمنى انك تشوفه في النادي الاهلي وقت تواجدك في الفريق؟ The one I think the team we had when I was at Ali was النادي الأهلي was very very balanced. كان هناك توازن كبيرا في النادي الأهلي، ولكن إذا ما أردت أن أضيف لاعبا وإذا نظرت إلى اللاعبون الآخرين أعتقد أن هذا اللاعب سيكون زيزو. زيزو.